حقيقة كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. انت اللي انت برضو كنت بتقول لي ان انت عايش باسم النادي الاهلي لغايه دلوقتي. طبعا طبعا والله، يعني وانا صغير او بمشي في اي حته حاليا عمرو حاني ابن النادي الاهلي، عمرو حاني لعب في ناشئين النادي الاهلي، عمرو حاني خد بطولات النادي الاهلي لغايه دلوقتي، لغايه ما بمشي في الشارع يعني اي حد اهلاوي يجي يعرف. على الرغم من ان انت تنقلت في انديه كتير، بس انت متربي فين؟ اه انت متربي فين؟ والناس اللي الناس الجمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي وبيحب ولاده، فكتير جدا وانا ماشي في الشارع ما يعرفوا ان انا عمرو حاني، اقول لك ده ابننا، ده ابن النادي الاهلي، وانا ببقى سعيد جدا اقول لهم طبعا انا يعني ده شرف ليا انا بكون واحد من ضمن الناس دي كتير اللي بيتقال عليا ان انا لعبت في النادي الاهلي يعني، فبتحصل معايا كتير يعني. بتبقى احساسك ايه وانت بتلعب ضد بقى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. النادي الاهلي رباني ان انا اكسب. انا موقف انا حكيته مره، كنا بنلعب قدام النادي الاهلي وانا في انبي، وكنا خسرانين 2-0، النادي الاهلي كسبنا 2-0 وجبنا 2-1، وكان في اخر الجون تقريبا خسرنا 2-1، وكنت انا غيران على الفرقه بتاعتي، عايز اكسب عايز اكسب. والله العظيم يا كابتن سالم بعد الماتش جمهور النادي الاهلي سقف لنا بعد الماتش، سقف لي انا شخصيا مش مثلا ما قاليش لفظ، قال لي انت ابن النادي، هو ده اتعب وشقه، هو النادي يعني علمني على كده زي المدربين. النادي الاهلي بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي ماشي اوكي، انت بتحب النادي الاهلي بس انت عايز تكسب طبعا شغل، بس انا جوه انا بقى بره الكوره انا بعشق النادي الاهلي، جوه ده شغلي النادي الاهلي يعني ربنا على كده، واللي هو لازم تتعب ولازم تعمل شغلك 100% وبعد كده نتيجه على ربنا بس.